بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تفايل صاحب يلا كدوا هذا برنامج كلنا كجمادة أربعين دولة كونفور قلبت برنامج كجن مادن ولبا مرتني كوزير كوزارة والبرسيد داي تعلم تسرى دولة كونفور قلبت مولانا محمد عبد الرحيم نور برنامج كدجستيال كيا قدت كتلفون كونفور دونا دوم سديال مركلا أكدوا هذا برنامج كلنا كجمادة. ويا دوغون سديال تي في كونفور قلبت دانو فير سايت عدد دولد كونفور قلبت نمو دوغون سدا يتام وجود دي تسيه سيه دي بيل سيه مغه هارتيس برنامج كي جينما دان ولبنين كعزو من وزير كوزارة دول برشدي داي تعليم تسريع دولد كونفور قلبت مدانا محمد عبد الرحيم نور برنامج كي سؤال دوري وزير كوي دي تونا سلاساتو دي استيال كا راديا دولد كونفور قلبت كيرن يا قدد كا تلايفان كونفور دونا مدانا وزير كدواو راديا تي في كونفور قلبت هذا ما سنتين إن شاء الله وياي مدن وزير ولبا إذا كفرح سنة ينون جيجا كي عزون هذين وكل خيب قالت ما عن أقوله تعود سجانا برامج كلون كجماعة سؤالن كريت وزير إن برامج كوي دي دون ولبا دولة دو كونفور قلبت كعلى أنت لقيا كقالتي قاضوك امتحان كشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما بعد نمان ورياشة إذا عدا دولة كفر البيت وايدين سلام يا سلامك بعدي حقيقي امتحاناتك سنة كان وحالي قليل متقنا جهد آد وين عندي أنا لدينا عايد متقنا ديار قروقة امتحان قد جن تي سيئو قابين تي سيئو ميل مرين تي سيئو لماان مركا لومك الهرين دولة قودهان كفر البيت دور وين أي قادتي إن امتحان كان وضع سيدي هو رسي المدى وضع مركا ما شاء الله يعني دور كآدي ومتانو بلارنا مدن وزير إذن ما سنتا دقيستيالك يا مركا لنك نغي موضوع برنامج كيق وليبا كساب سنة امتحان كشهاد سيدي انكو قولي ستي دولة دو كونفور قلبت قوة شيدي سقارهان وزارة دول برشادة إداية تعليم تسري دولة دو كونفور قلبت وسمداسي وزيركو إيا محمد عبد الرحيم نور ويا دقيستيال كي قدد كتليفان كونفرود دونا دقيستيال تليفان كي اسم مداسيان وكل حري ركورتان برامج وانو كل قيب قادو كورتان وليبا وسعيا فراغ اللي اوير ساقال اوير لمسيتي ساقالي برامج ستوسان وكل قيب قادو كورتان عديان مركال سنكنا اللي اوير ساقال اوير لمسيتي ساقال يا برامج كن وكل قيب قادو كورتان عدي قد كتليفان كي سنسامح وايساساتو ولبا يسهاني ندرك كورتانا تكس مسيج SMS كياني ندرك كورتان وانا برامج كولونك الجماعة ولبا مرتنين كاي وزير كوزارة دول برشيدي داي تعليم تسرية دولة دو كونفور قلبت موضوع برامج كي جيغن ولبا امتحان كشهاد ديغي سيدان كوغولي ستي دولة دو كونفور قلبت خوبا شيدي سقار آن وزارة دول برشيدي دولة دو كونفور قلبت او صهور كها وزير كوزارة دول برشيدي داي تعليم تسرية دولة دو كونفور قلبت محمد عبد الرحيم نور. وهذا دوغون سديال ولي ولي با دوغون سداي تنا برامج كولانك جماعه ده ورباينت دولتو كونفور قلبت راديو اي تي في دولتو كونفور قلبت قيبوغ هوراي برامج كيا كوغودا جرنا دغستيال كمركل هادي انا كنغا تليفون نمبر كيو هانو كل حرير كورن ولي بوا فراغ لي اير سغال اير لمسيتي سغال يا برامج كي جين مادون نو كل قيب قادو كورن ساساتو فرين قرالاد يهانين كو قرو كورن نمبر كاسي فراغ لي اير سغال اير لما سيتي سغال يا برامج كنو كل قيب قادو كورتن دغستان كوري قد ك تليفون كسيو. الو السلام عليكم.
وهاك دكستا سي خدك تلفون كيان سامح واي والرجاء إنه سا مركل ريد هني كنا قدي لي إور سقال إور لمس يتي سقال يا هنو وعكرتن فراغ اللي إور سقال إور لمس يتي سقال يا هنو وعكرتن مدن وزير هذا كنا قدي سؤالك على أنا برامج كولون كجماعة كويدي فلو يا ولي بيتا ماي رجاء ماي كرجاء سان امتحان كشهادة دولة دي قادي والله الحمد لله إن إله ما هتسكله امتحان كاسيها دايما وش يجيبه وحوى يعني وحو كل عايزي جو دجن إنه ديار جروله هذه هان اللي هدار تدي أصي متقن عبسميله متقن امتحان كاي وقلين إنه حرجينا إن شاء الله إن في السنة دي هرب متقن إن أبتدى يقول أسوه ينجرن إن شاء الله إلهي ذيك السنة كان متقن أي كيانان كلمة كوبات ورجينا إن شاء الله بإذن الله الكريم. ويا دقيستي هل قعدت كتلفون كابو دحفيا؟ هلاو السلام عليكم دقيستي. عليكم السلام. دقيستي أنا هكذا برامج كولونك الجماعة ما قاعد يجوب تذا نويرايت. ما قاعد يساق إيدو نورو. يساق إيدو نورو أنت نويرايت. كده أنا ويا وزيرك والبرشدة يا برامج كولونك الجماعة ذني كعزومن سؤال نوعي هذا ويدي لايت وزيرك ويا هاي دقيستا سينا قد كتلفن كي يكو قهي والرجاء إنو سينا ريت حنيكا بيردونا دقيستي هالك هدي أنا حسو سي موضوع برامج كجين مادن ولي بوس يا امتحان كشهاد ديغا سيدا انكو قولي ستي دولة دو كونفر قلبت خوضو قوشي ديسا غار أهان وزارة والبرشدة هداية تعليم تسرية دولة كوفر قلبيت hagaag dhigaystayaal wali wali baa dhugaysay tan waan fiirsay tan barnaamijka kulanka jamacada ee warbaahinta dawladda koonfur galbeed oo madaxsoo martiniinka ayaa maxamed abdirahiin nuur wasiirka wasaaradda walbarashada ee dawladda koonfur galbeed ee mudane wasiir ma ay qorsho kan imtixaanka kan heega ee wasaaradda walbarashada dawladda koonfur galbeed kulli qorshayaash way badiyeen ee wasaaradda ay kaleedahay in صار وقاعدة التعليم تيجوا كشقيان تبودهان سياسات وحبر شذا مركا إن علينا إن شاء الله إن وحبر شذي إن الله بالله أبو هدي سكولات كي يو أردذي معلمين تي مركا قرشان نقصوري وحوين إن معلمين تا أردذا متقن يعني وحبر اللي هاد إن توبر لوفرو وتوبر كي إن كوع صوب هاد متقن مرو إن شاء الله متقن إن الحب إن أي واحد توبر نمد يعني أنتي صن دكتورتكم تقنع أن لجارين سي لوه المعلم تيله يأقون تيله سوء وجود بينها إذا هرينا فربق المعلم إن وزارة ما حد توبر معلمين قاعد تقوها يوم تقنع إن يعني قبل أي مريان مركا وزارة وحوق رشز محوين إن معلمين تا لهر مريو لنا تيليو سي واحد برشة تيله يهر مصنع وهل إن شاء الله رشة قوة كاسوة waye madal wasiir ee maasanta dhageystayaal barnaamijka kulanka jamacada geenimaad oo mowduuc jeey waliba us ayaa imtixaanka shahaadiga sida aan ku guuleysatay dawladda koonfur galbeed qowdo shay dhageystaha kale halo salaam aleekum dhageystay halo salaam aleekum dhageystay wa aleekum salaam ara dhageystay magaalada ee goobtaadan oo wiirayt maal manoo haafada ahitaaba horon gudgal barnaamijka wasiirka su'aal noocay weydii laaytay may waya idan ma santa dhageyste ku qayb qaadato ka barnaamijka keen ku mahadnagaana dhageysiyaal furaag li ewer 9 ewer 289 ya barnaamijka kulanka jamacada noo kul qayb qaadato kartan furaag li ewer 9 ewer 289 ya barnaamijka noo kul qayb qaadato kartan
الو السلام عليكم دغستي دغستي مغاغا اي غوبتا دا نو ويرايت عبدي ادن حافظ بولو جماعه نو ويرايت برنامج كولونكا جماعه لا دريرت وزيرك سؤال نو عوي دي لايت ويهي برامج كولونكا جماعية ولي ديغو يوهن لقوة هايتان تيفيغا جا دولة دو كونفور قلبيد يانو نوكلا دررتان وزير وزارة دو البرشة دي داية تعالين تسري دولة دو كونفور قلبيد مدانا محمد عبد الرحيم نور برامج كيغا مرتنين كي وزير سؤالك لان كويديو ولي بيتا فرخيسا لحي سندكي هوري إيا سندكي كان امتحانك دولة دا سندكي هوري كلي وحفيلة يا مركز وزارة داني مجوغن بلس سنت كان عني إلهي نسيب كنت قانا قدر إن كاقب قاعتو إن امتحانك تابق لنتيسي يمت قانا كورغة بكيس قودهان مركا إن إلها ما هاتس كلي واحد وين فخر وفرق ساس أدو متقانا أولهي أنك شاقنا ملهان قودهان نظامكي هرون بعدنا إن شاء الله إن امتحانكي لو قاذي جرمال لو قاذي مركا واحد وين وكود أكشي كرمال فرق وين هذا ومش أسكم وغض مجره وهي مدن وزير إذا ما استنتا هلو السلام عليكم ديغستي وعليكم السلام مرحبا ديغستي أقول أبرا مجمع أغا يقو أبتدى نو ورايت أنت أصنور حافظ الوباس حافظ الوباس يا نو ورايت وزيرك سؤال نو عوي دي لايت وزير قيمة ويديلها امتحانك دولة دي سنتكم لقالي سيراك كل يكون فرق بلدالك سهاي ملا راي waye hay eeda ma santa dhigaystay waliba eedkeen kumaad nagaane qaab quruxda badada barnaamijka niyan kula qayb qaadatay wali barnaamijka kulanka jamacadda ku gudan jirna wasiir dhigaystahan waliba ka eray imtixaanka dawladda oo dawladdu ko meel eray shahaadiga siyaadadka fasalka siyaadadka qiyaas ahaan way isku dhawaay tirada mise si oo caadi ah la saxay imtixaanka siyaadadka waxa qaaday in dawladda koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada iyadaana qaado iyadaana saxdo marka waxa jira in gudi oo ku xeel dheer arimahaas oo muddo soo waday oo ka hufan wax la ilaado mutaqaana yani in musuqmaasuq ama istaw marin oo wasaaradda mutaqaana ay meel marsay gudigaasaan mutaqaana qaado ayagana dijiyay marka ayagana saxay insha Allah waxaan lagu sii doonaa koonfur galbeed wasaaradda الو سيدونا waxaan rajaynaynaa marka in si cadaalad ah qof walba wixii keysatay inay hesho oo aqoontii jawaabihii imtixaanka ay markaas imtixaanka imtixaanka ay ka heshay inay hesho aan rajaynaynaa ilaahay idinkis wayay dhageystayaasha walaan rajaynaynaa jawaabta si waadan ay u san fahmi wasir wala jaray arday isku mid ma ah ko sidaacad oo dhab ah yaa wal barashadan ka tala galeen koono walba waaqish iyo waxyaabo noocaas ah يا مدي امتحان كل ديرة حكت له ذي قاب نوع وزارة أن كورس تقيش كاسي أرديجا هددا لبس قيش كفير يوم سيدو يحوى يعني امتحان مركل قاضى يو وحام مهم سن قف كامتحان كاس إنه أقوله إن امتحان سي ديرنان له أصو كجواب أي امتحان وح صبرتي ومدن امتحان إن كسو شقي إن امتحانات كي يو دراسات كوساقاتي جدهن marka in marnaba anaga ma dhigrigelinayno mana ogolin in imtixaanadka oo loo raadiyo imtixaana marmarsi ama qish in waxa la rawo waxa way aqoon tayo leh qof kara ma taqaan fil mustaqbal waxa soo bartay imtixaana uu ku shaqeysto oo meel uu ku gaaro laakiin qish meel uu ma gaaro waxa laga yaabaa maanta hadii fursad u heshid bari maal hadii imtixaan meel shaqo laga galaayo imtixaana la yiraahdo imtixaana loo galaa oo adna markaas qishki aweysi marka aqoontii maskaxda muhiim ee mar walba mutaqaana in lagu shaqeeyo laakiin marnaba mutaqaana yani ma fiicna manaha anaga
إن أقولان إنه إن إن امتحاناتك إن لوفوز أيو أم قش يوح لمدة من أقولي صند كان طلابة في أنا لا قبتي ويح الله لو يحمي متقن أري ما سقوسين متقن وحوي إن سيف يعني بعد إن شاء الله أنا رجينا إن متقن إن وقولي صندون أرضه. أيه مدير وزير قيوب قدام ببرنامج كا يا حسر ديرني ما يباقي هذا ندر لا يتدمان أرضي غير كونفر قلبت. بسم الله الرحمن الرحيم إن مر كورسوا حاليا هي أرددا إيدات ككوب يعني إن سديدات متقنة إن فرست شهادة إيو كوا دخسية صاروا فرست فون فوركا لما أن حاليا هم بليو إن واحد من ستين امتحان كينا سنة دخسيتك وحن أوجد بتين إن شاء الله إن هشان إن تيجوين كينا إيو شهادوين كينا سي واحد برشدين إيو متقنة إيه هرمركي واحد برشدة هر أدوسيس عن لهذين waxaan leeyahay in waxbarashada in halagu dadaalo waalidiintana waxaan leeyahay dhamaan ilmihiina ku dadaal inay waxbartaan ay maadaan goobaha waxbarashada keenna ilmaha inay waxbartaan sababtoo ah waxa weeyaan waa mustaqbalka barri waay kuwa mutaqaramaanta yani wadanka in fil mustaqbalka yani in loo carbiyo mutaqana ama laga sii shaqeeyo waxbarashadooda in ayaga hoggaanka qaban doono ayaga umadooda u shaqeyn doono wadankooda u shaqeyn doono marka een dal waxbar dadkiis waxbartay aad baan hormar gaar ah wanaag mutaqana soo hooyay marka aqoonta waa nuur yani al ilmu nuurun wal jahl dhulam taasal ilaada marka aqoonta waa iftiin jahlkan waa mugti marka si mugtiga aan ugu baxno oo iftiinkii iyo nuurkii mutaqana aan u gaarno waa in ilmihi guryaha noo joogan gabdhihi wiilashaba in iskuulaadka la keeno wasaaradda mutaqana waxay ka shaqeynaysaa in insha Allah ilaahay idinka ku dhahan dawladda Koonfur Galbeed oo madaxweynaha Cabdi Aziz oo madaxda ka yahay oo hoggaanka u haayo waxbarasho tayo leh oo free ah oo yaani hormarsan in la gaarsiiyo muwaadiniinta Koonfur Galbeed guud ahaan sidaa darteed macallimiin oo xirfadeysan ayaa wasaaradda u qorsheysan in tababar la siiyo mar dhow lana gaarsiiyo dhammaan deegaanada iskuulaadka mutaqana dawladda Koonfur Galbeed degmooyinka iyo goobaha waxbarashada marka kol hadii wax macallimiintii la diyaarinaayo oo wixii aqabkeen dawladda diyaar idin la tahay wax idin ka harsan ilmaha mutaqaan in la keeno iskuulaadka waxbarashadii mutaqaan yani lagu dhiirigeliyo horumar iyo wanaag mutaqaan yani loo horseedo ilmaha ilaa maanta anaga mas'uul ah anaga waalidiin ah yani waalidiinta ayaga lagu xisaabtamaya ilmahood fil mustaqbal waxay noqon lahaayeen marka waxaan leeyahay insha Allah dhamaan shacabka Koonfur Galbeed dhinaca waxbarashada ee qalanka ha loo jeesto si wadankan hormarkiis iyo wax soo saarkiis iyo hoggaankiis dhinaca walba mutaqaana qayb ugu qaataan ilmaha fil mustaqbalka insha Allah ilaahay idinkiis inta anaga joogno ka shaqeynayna inaan mutaqaana ka qayb qaadano hormarinta iskuulaadka manaahijta macallimiinta dhamaan mutaqaana guud ahaan yani iskuulaadka Koonfur Galbeed iyo jaamacadaha tacliinta sare guud ahaan in mutaqaana la tayeeyo lana hormariyo waa u taagan biidnaal kariim aad u mahadsantihiin aan idin leeyahay dhamaan intii ka qayb qaadatay imtixaanka shahaadiga hadii mutaqaana oo guud ahaan aan yani aan maxaddaas idin soo jeediyo shaqaalaha iyo waardiyaasha iyo dhammaan laamaha amniga sidii qiimaha iqaayaha leh aad mutaqaana u garab istaagteen ardada oo aad ugu fududeeseen in imtixaanka si jaw degan ay ku galaan jaw degan mutaqaana ay ku dhammaystaan waan ku mahadsantay dhammaan in Allaah idin ka qayb qaadatay sidoo kale mutaqaana baaxadda saxaafadda raadiyaha TV Koonfur Galbeed aad u mahadsantay dhammaantiin sida idinkana ugu taagantihiin dalkiina dadkiina iyo adeegada iyo bulshadiina wacyigelinta guud ahaan marka aad u mahadsantaan idin leeyahay wa mahadsantiin salaam aleykum waayahay mudane wasiir eedan mahadsanta guud ahaan waliba inta ka feeranay barnaamijka kulanka jamaadaysan ku dhugun saasay waan ku fiirsaseen raadiyo iyo TV ga dawladda Koonfur Galbeed maalinimadan waliba barnaamijka maanta ku dirto ninka marta hayay wasiirka wasaaradda walbarashada hidaaya tacliinta sare ee dawladda Koonfur Galbeed mudane maxamed abdirahiin nuur wasiiradeena kiin kuma hadnagaan waqtiga qaaliga oo maalin nasashe taadan in xuli.